عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ماني جيتكم تاني اليوم بطريقه المحشي، محشي بالبصل، محشي بالكفته والرز بالخضرات. اول مرحله غندير شويه ديال الزيت، نشعل عليها، نزيد عليها البصله، بصراحه ما خصنيش ندير البصله كلها، باقي غندير البصله، نسيت ندير البصله، ندير غير نصها، حيت دايره جوج بصيلات صغار، غندير غير بصيله وحده، درت بصله وحده، غادي نشحرها مزيان، غنخليها تشحر، وعاد غنزيدو عليها الكفته والبهارات، بعد ما تشحر البصله الكزبر والشمار، الشمار اللي هو الشبت، كيقولوا ليه الشبت، نديروش كلش يعني كتير، هذا الربيع هو كيف كيطحنو، انا ما طحنتش ما طحنو، هذا احسن. مزيان وعاد نكملو نديرو فيها الكفتة، وحنا كنصايبو البصلة غنزيدو فيها شوية ديال التومة، مزيان غادي نمشيو الخضرات، انايا خليتها صايبتها، هادي حيت منها الداخل ديالها، المطيشه حتى هي حيت منها الداخل ديالها وما رميتهاش، خليتها غادي نديرها في الصلصه، الصلصه اللي غتكون في الاخرى، شحر مزيان عاد ندير نجي الدنجال، انا بالعالي خليته باش نوريكم الطريقه كيفاش تحيدو القلب ديالها، ما جبتش التسابيك تحت في البوص، ولكن ماشي مشكل، غادي نجمعو صراحه، ما كنبغيش نقشرها بزاف حيت هذاك اللب ديالها حتى هو راه مزيان يبقى، مزيان يبقى
فوق وفي نفس الوقت نثبتوه ما نخليوهش تتكتل لينا. ندير فيها بهارات، ندير فيها بابريكا، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، الملح دارت ما حطيت فيها الثومه، وشويه ديال القرقه. الملحة دارت مع الثومه، بانيا غندير فيها شويه ديال الملح، قال لي داك الشيء قليل خاصني تكون ثاني مسوسه. ندير فيها شويه ديال الملح، غير شويه، ونخليها تشحر مزيان، ونكبتها ما نخليهاش تكبت بحيث غادي بقى غادي نخلطها مع الروز. نرجع للفنجان حيت ليه القلب ديالو، خاصني الصراحة ندير التبصيل، ندير التبصيل هذاك اللب ديال القلعة الأخرى مرميتوش، خليتو معرفتش عندي ليه الصراحة، ولكن باقي مرميتوش معرفتش عندي ليه. يا زريا نوري حيت يعني ما جي تصايب في شوربة ولا شي حاجة بحال هكا. شمر هذا القزبر والنعنوس، وهذا ما غنديروش هنايا، غنديرو في الصنفر اللي غندير في الوسط. نقدر ندير شويه ديال الشمر هنايا، شويه ديال الشمر نديرو هنايا، ايوا الشبت غير شويه، ندير فيها شويه ديال الصلصه د المطيش غير شويه ديال الصلصه د المطيشه. Okay. Okay.
صافي نطفي عليها. سلام، انا رجعت لكم تاني بعد ما صايبت الحشوه وخلطتها مع الرز. ها هي الرز كطيبوه نص طيبه، كتخلطيه مع ديك الكفته اللي طيبت. صافي غادي نجي نشعل تاني البوطه، ندير شويه ديال الزيت وغندير ديك البصله اللي بغينا نقصها. ندير ديك البصله، ها هي بصيله صغيره، نخليها حتى هي تشحر. غندير ديك الثومه تشحر معاها، تشحر مزيان. عاد نزيدو ديك الصلصه ديال مطيشه، هادي اللي هاد الصلصه اللي كنت حيدتها من هاد المطيشه، اللب ديالها حيدته وما رميتوش. غادي نخلي حتى ديك الخضره الاخرى، صراحه ما رميتهاش، خليتها ما عرفتش غندير بيها، والله ما عرفتش غندير بيها. نشحر البصله مزيان مع الثومه تتشحر مزيان، عاد نزيد مطيشه. دابا هادي راه الصلصه اللي غادي تحط في الصينيه مع الخضر. خليها تشحر مزيان وعاد نزيدو البهارات. هنا كندير شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه وفابريكا، وشويه ديال الكركم. خاصني نزيد شويه ديال الكركم، درتها في سميتو بلا ما نعرف ثاني نديرها، درتها في الاول بلا ما نعرف ثاني نديرها. نخليها تشحر مزيان، نحط البصله، طاب دابا البصله خلاص ما خليتش تحرك. غندير فيها هذيك الطيشه، وعاد غندير الصلصه ديال المطيشه. ندير البهارات في الاول، ندير الصلصه ديال المطيشه، نقص البوطه شويه. ندير هاد الكزبر مع الشبت مع الشمر، ندير قياس نشوف واش تجي مخضره بزاف. ندير الصلصه ديال المطيشه،
خليها طيب هاد الصلصه حتى تشد فراسها شويه وعاد طفي عليها. من بعد ما طابت الصلصه طفيت عليها، غادي نجنبها في الجنب ونخليها في كورنر. غادي نجي غادي نحشي الخضر. شوفوا كيبان ولا ما كيبانش، ما كيبانش نقرب. المهم كنحشي الخضار بحال هكا. حاولوا تدخلوه وما تعمروهاش حتى للحد حيت باقي الرز غيتنفخ وغيخرج بحال هكا بحال هكا، حيت باقي الرز غيتنفخ وغيخرج ما بغيتوش يخرج ليا بزاف. ندير الفلفله، الفلفله خويتها مغلوبه ديالها داك داك الزريعه ديالها اللي كانت الداخل. حتى هي ما نعمرهاش، نخلي ونغطيها. القرعة حتى هي انا الصراحة كندير بيديا بحال هكا باش نعرف واش داخلة الكفتة والرز ولا محبوسين في شي قنت. صافي بحال هكا هما نعمرهاش حتى هي بزاف. المهم بالنسبه لي غنوريكم بحال دابا هي الفلفله نعمرها بالمعلقه وهذيك ما عندك كديري تعمريها بالمعلقه. نزيد نمشي للمطيشه حتى هي نفس الطريقه، خليت لها الغشه ديالها. تغطيها وتحطوها. نقدر ندير القرع هاد القرعه مع هادو حيت صينيه وحده ما غتقديش، غندير جوج صينيات. ندير بحال هكا نزيد المطيشة نبقاو بحال هكا حتى نكملو. اصلا هادو غادي يتغطاو بالصلصه، غادي نكب فيهم الصلصه.
غطيها ونديرها في الفران. باش تغطيوها بالغطاء انا عندي غطاتها عندكم سيريه باش تغطوها بابي الومنيوم تغطوها بابي الومنيوم تحطوها في الفران وتخليوها صافي هكا بركه. غنخلي هاد الصلصه الصينيه الاخرى بحال هكا ونحطها في الفران ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما نطيب.